السلام عليكم خاوتي، ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله صحتكم لاباس. توجور في قناتكم سبور على دي زاد مع كادي. مرحبا بكم خاوتي وبارك الله فيكم على الدعم. اللي انضم للقناه جديد نقول له اهلا وسهلا وبارك الله فيك على الثقه اللي عطيتنا، واللي راه يتفرج فينا جديد بطبيعه الحال نقول له اهلا وسهلا، وماذا بينا تشارك معنا في القناه اذا عجبك المحتوى بطبيعه الحال. موضوع حلقه اليوم خاوتي هي الاسباب الحقيقيه اللي خلت محرز يعاني في مانشستر سيتي. عدة أسباب من بينها صديقة تاعو خوتي تايلور، من بينها طريقة لعب محرز، من بينها نجومية محرز، من بينها النجوم الموجودين في مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، طريقة لعب محرز، طريقة لعب بيب غوارديولا، إضافة إلى هذا التكتلات الموجودة داخل النادي، إضافة العناصر الأهم والمهمة هي عقد اللاعب ومناجر اللاعب. يعني امور كبيره تدخل في معاناه مانشستر رياض محرز في مانشستر سيتي. نبدا خوتي هنايا باول شيء هو قدوم رياض محرز الى مانشستر سيتي. اولا جاء كنجم فوق العاده، هذه واحد. اثنين جاء بطل للدوري الانجليزي، جاء احسن لاعب في الدوري الانجليزي. لما جاء خاوتي لقى فيني لقى دي ستار كبار على غير ستيرلينغ، دي بروين، اغويرو وغيرها من النجوم مانشستر سيتي. لهذا كانت المنافسه وتكون المنافسه قويه، واضافه الى سياسه التدوير المنتهجه من طرف بيب غوارديولا. كل هذا يخلي صعوبه الماموريه في فرض محرز لمكانته، مع العلم يعتبر من اغنى او اغلى الصفقات لمانشستر سيتي. كل هذا خلى محرز ولا خلى الجمهور الرياضي يقول لك عام الاول، خاصه نتكلم على العام الاول، لازم نصبروا، عاد جديد في الفريق، يوجد نجوم، ديناميكيه اداء مانشستر سيتي انذاك كان يطرطق، حاصلين على الدوري الانجليزي. يعني كانت امور بزاف 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 ما تخليش محرز يتالق، الجمهور اصبر. ثم العام الثاني تستمر معاناه محرز لاسباب، أولها هي التكتلات داخل الميدان، تكتلات في غرف الملابس، وتكتلات في اللعب. حتى في الميدان أثناء اللعب شفنا تكتلات، يوجد 5 6 يلعبوا مع بعضهم، إضافة إلى زوج وخاصة رياض محرز معزول، مما يؤدي بطبيعة الحال إلى كما احنا عدم بروز محرز أو عدم وضع ثقة بيب غوارديولا في محرز نتيجة هذه الأسباب. ماشي ما حطش فيه ثقة، إنما خوف على كسر الجروب، او كيما حنا نقولوا خاف ليكيب الدور على بيب غوارديولا. لهذا قال يقول لك نضحي محرز احسن من نضحي مجموعه كامله. وكي تجي تشوف النقيض، مجموعه فيها ستيلين، فيها دي بروين، فيها اغويرو، فيها 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 اي مدرب، فيها برناردو سيلفا، فيها غوندوغان، فيها اي مدرب عنده هذو النجوم ما يبغيش يضحي بهم، ما نكذبوش على روحنا. لكن كي تجي تشوف في المعطيات المقابلات خاوتي، وخاصة لما يلعب محرز أساسي سمحوا لي خوتي، تكون معدلات المقابلات لصالح محرز. أضعف الإيمان تصيبوا 6.7 6.5، خطرة ولا زوج دا 6.3، أما البقية 7.5 7.8 8.3 8.5 8.7، ونقاط يعني تحير كيفاه محرز موش يلعب. نخرجوا من هذه الناحية، نروحوا لتعرفوا بصديقته تايلور. تايلور هذه اللي كانت صديقة اغويرو، ونحنا نعرفوا الحساسية، ونعرفوا كاين اللي يشوفها خدعة، كاين اللي يشوفها كذا، كل واحد كيف يشوفها. اسكو محرز لما اختار هذه الصديقة جابت له مشاكل زيادة، خاصة مع اغويرو؟ نعرفوا احنا اغويرو كنجم قبل ما يجي محرز، ربما اغويرو هو الأول ومن بعد يجي دي برون. خاصة هو عنده مدة في مانشستر سيتي، يعرف اللاعبين، عنده تكتل معاهم، كي شاف محرز دار هذه الهدة ربما غاتو، ربما عمل عليه كومبلو، ربما حرش عليه اللاعبين، ولاو يشوفوا فيه خاين، ولاو يشوفوا فيه بزاف أمور. هذه واحدة ربما تكون من الأسباب اللي راهي عطلت محرز، وراهي معطلاتو في المغادرة. راي معطلاتو خاوتي في المغادرة، تقولوا كيفاه؟ ربما ظروف محرز المعيشية في مانشستر سيتي، وجود الصديقة تاعو والعائلة تاعها في مانشستر سيتي، حب المدينة، تأقلم مع المدينة، بزاف أمور تخلي محرز يقعد في مانشستر سيتي. هذه واحد تحليل، ربما نغلط، ربما أني صح، الله أعلم. لكن من منطلق نشوفوا احنا حساسيات، خاصة في العلاقات هذه خاوتي تكون حساسية.
رغم نقولوا حنا ماشي كيما حنا عندنا العقليه، لكن هما ربما لاعب مع لاعب يقولوا راك معاكم فاهمين خالتي بلا ما ندخلوا في لي ديتاي. المهم اسكو هذه العلاقه كانت وراء اولا معاناه محرز حاليا، وراهي هي سبب من اسباب بقاء رياض محرز في مانشستر سيتي. نروحوا خالتي كذلك لطريقه اداء مانشستر سيتي، يا ترى هل محرز ما يصلحش يكون لاعب في مانشستر سيتي؟ طريقه لعبه مع طريقه بيب غوارديولا ما تصلحش، الله اعلم. لو كان ما تصلحش لماذا انسيست عليه ولماذا جابه بهذاك المبلغ؟ لماذا تقريبا قريب عام ونص هما في مرحله تفاوض وتشاور، لماذا كل هذا الاهتمام اللي كان قبل لما كان محرز يلعب في مانشستر سيتي كل هذا الاهتمام من بيب غوارديولا؟ انت لاعب نعرفوا حنا يوجد نوادي تجيب اللاعبين باش تمنع انديه اخرى باش ما يدوهاش، هذه حاجه عاديه في كره القدم. يوجد مثلا ديزادفيرسير خاوتي يدو مثلا ريال برسا يتنافسوا على اي لاعب باش المهم برسا ما تديش ولا الريال ما تديش ميلون ما تديش جوفنتوس ما تديش وكذا وكذا. يوجد هذه الامور في كره القدم. هل كان محرز كما حنا نقولوا في هذه الطبخه ام بيب غوارديولا جابه كان متاكد ان محرز يكون هو النجم الاوحد وظروف اللي طغات على المجموعه والغيره تاع اللاعبين وكذا 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 خلات بيب غوارديولا يتراجع ويخرجوا من الخطه تاعو ما عرفناش. هنايا فاني تطرح عده علامات سؤال، هنا تشوف علاه جابه باش يخليه كيما هكا وباش يرجع مثلا يتمسخر به خاصه في اللقاء الاخير دو ماتش رومبلاسون يجي حنا قلنا الماتش تاع سي بون يلعب ما يدخلش لي ماتش كبار كونتر ريال مدريد كونتر ليفربول كونتر يخليه في البون خطرات يخرجها كاع يعني عقاب من نوع ما تيكش تعرف نوع العقاب اللي راه دايره بيب غوارديولا الرياض محرز. كل هذه الاسباب وزيد بيب غوارديولا طريقة لعب اسكو مقتنع محرز مش مقتنع محرز، شفناه يدخله في دي ماتش الكبار ما يدخلهاش. يعني هنا كي تبين لك انا مثلا تشوفه يلعبها كونت بيرلي وما يلعبهاش كونت ليفربول شنو تقول؟ تقول محرز راه صف ثاني، هنا محرز تقول راه صف ثاني، لماذا يلعب مثلا لي فيدوت كيما دي بروين كيما ستيرلين كيما 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 برناردو سيفا راجع من الاصابه، دخله الماتش الاول سيئة في 25 دقيقه التاليه، عاود بدا يلعبها تيتيلر نورمال، تزيد رجع غوندوغان من الاصابه كذلك، تاك 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 ولا يلعب نورمال، اغويرو رانا شناه يرجع فيه ويواسي فيه مع العلم ان اغويرو عنده بعض الخلافات في تجديد العقد تاعو، مع هذا يعطيه الفرصه. شفنا فودين كذلك، شفنا اسكو جنسيه رياض محرز وكما قال فتحي مولد كون جا مع رياض محرز سموه كوكي ولا بوبي ولا كي هذا كره يلعب تيتيلر، كره سموه ستيلينغ ولا سموه دي بروين ولا عنده جنسيه انجليزيه ولا يلعب مع المنتخب الانجليزي او البلجيكي كره تيتيلر. وزيد عندنا حنا الشو الاعلامي او الميديا او 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 المحرز خاصه محرز كي تشوف باقي اللاعبين تشوف عندهم اشهارات بزاف، تشوف عندهم اشهارات مع اغلب الماركات العالميه سواء اديداس نايك بيبسي كوكا هذو اللي داخلين في مجال كره، شركات اتصالات مواقع التواصل الاجتماعي على غير الانستغرام على غير كذا كذا كذا، عندهم دور في كيما حنا نقولوا في تلميع صوره اللاعب، عندهم دور في تلميع صوره اللاعب ووضع كيما حنا نقولوا ضغط كبير على اللاعب على المدرب وعلى خاصه الاداره، خاصه الاداره كي يكون عندها نجم مطلوب للاشهار عندها بطريقه او بطريقه اخرى عندها كيما حنا نقولوا فائده كبيره سواء من الناحيه الماديه سواء في رفع اسم النادي. انت واحد مثلا نقولوا حنا محرز عنده علامات متعاقد معاها يعمل معاها الاشهار عندها بورسونتاج للنادي بورسونتاج ليه هو، اضافه الى هذا ارتباط النادي مع هذه العلامه العالميه تزيد تشهر النادي وتزيد دخل النادي وتزيد كما حنا نقولوا جماهيريه النادي، هما كلشي كالكيلي هما كلشي حساب. لهذا شفنا حنا محرز قليل الظهور خاصه في الاشهارات قليل الظهور، وهذا ما ينفعش اللاعب. لو انت عندك لوبي اعلامي مليح وعندك لوبي اشهاري كما حنا نقولوا ما نقولوش لوبي نقولوا شركات اشهاريه تدعمك بصفه قويه، نشوفوا محمد صالح عنده مناجر يخدم له بزاف بزاف يخدم له بزاف بزاف على الاشهار
على الإشارة، وشفنا الأزمة تاعو مع المنتخب المصري لما حطوا صورة تاعو وحده في الطائرة، عشاو مبدلين كاع طائرة على بال الرياضة، على بال محمد الماناجر تاع محمد صلاح، قال لهم لا متعاقد مع شركة، هذيك الشركة ما تقولنا ما ديروش هاك ما ديروش هاك ما ديروش. هنا ثاني حاجة اللي خلات رياض محرز يكون في هذه الوضعية. ونروح لخوتي العنصر الآخر هو المناجر والعقد، وهنا اللي تبلور كل شيء. المناجر لماذا محرز سنية 5 سنين؟ محرز لماذا كان يسني 3 سنين، كان يسني عامين، كان يسني على الأكثر 3 سنين، على الأكثر 3 سنين، يشوف وضعيته أسكو مليحة مش مليحة. ما متكون عنده كما احنا نقطة قوة تتسني ب5 سنين أربط روحك خلاص، وخاصة في البونو تاع العرض ماناش عارفين شي كاينين، اسكو داروا قيمة مدة اللعب، شحال يلعب من الماتش، شا عنده شا ما عندوش كذا، عنده الأولوية مثلا لما لعبش مثلا 5 تاع لي ماتش كونسيكيتيف ولا 3 تاع لي ماتش كونسيكيتيف، عنده الحق يغير النادي، عنده الحق مثلا يسنية في 3 سنين تفوت 3 سنين، عنده الأولوية هو باش يغير النادي إذا جاء أوف، الشرط الجزائي، فيها بزاف أمور. حنا شفنا انتقاله كان صعيب، غير المناجر ضروك ضروك كيما حنا نقولوا الوضعيه تاعو مع مانشستر سيتي صعيبه، والمناجر ما تحركش. اسكو على بالهم بلي محرز كون يخرج من مانشستر سيتي ما يجيبش السومه ولا ما يجيبش الصالير اللي راه يديه في مانشستر سيتي، مع العلم ان قيمه محرز حسب ترانسفير ماركت هي 48 مليون اورو. يعني امور كثيره خاوتي، امور كثيره. احنا حاولنا نجبدوا هذو، يعني هذو ضمن الاسباب، هذو ضمن الاسباب خاوتي، مش كل الاسباب لكن ضمن الاسباب. احنا ان شاء الله ان شاء الله من كل هذا نتمنى محرز يخرج من هذا النادي باخف الاضرار، يخرج يروح الفريق يلعب فيه. عندنا استحقاقات دوليه، عندنا استحقاقات على المستوى الافريقي، عندنا تصفيات كاس العالم، عدنا عدنا. وبالنسبه لي هو كذلك مسيره كرويه، وما تختم له باي لقب ولا تختم له، وما يكون لاعب ما يكونش في الاحتياط وما يتبهللش به بيب غوارديولا كيما الماتش الاخير امام تشيلسي دخلها في الدقائق الاخيره، شفنا محرز الفيزاج تاعو كي داير. حنا المهم خاوتي ان شاء الله من كل هذا نطلبوا ان شاء الله بربي محرز يخرج من هذا النادي. والسلام عليكم وتهلاو في رواكم.